تأسست جامعة تشانغكايا في عام 1997 من قبل مؤسسة صدقي آب للتعليم، والتي تقوم على هدف جودة التعليم العالي وفقاً للمعايير العالمية. وبعد إكمال عامها التعليمي 25، أضافت جامعتنا في عام 2020 و21 نجاحات جديدة إلى نجاحاتها السابقة في جميع أنحاء العالم. تقع جامعة تشانغكايا في نطاق ما بين 401 و500 في تصنيف تايمز للتعليم العالي في عامي 2020 و21، تاركة ورائها الجامعات والمؤسسات الحكومية الراسخة في تركيا، بينما احتلت جامعتنا المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات التركية على أنها أفضل جامعة في الأداء في عام 2020، فقد شاركت المركز الأول على المستوى العالم مع 9 جامعات أخرى في تصنيف تايمز للتعليم العالي في عام 2021. وفقاً للتصنيف تايمز للتعليم العالي في آسيا لعام 2020، تعتبر جامعة تشانغكايا الأولى بين جامعات أنقرة، والثانية من بين الجامعات التركية، وال65 من بين الجامعات الآسيوية. وفقاً للتصنيف الجامعات العالمية الشابة لعام 2020، فإن جامعة تشانغكايا تحتل المرتبة الثانية من بين الجامعات التركية والمرتبة 88 من بين الجامعات العالمية. وفقاً لتصنيف تايمز للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة لعام 2021، احتلت جامعة تشانغكايا المرتبة الأولى بين الجامعات العالمية والتركية، بينما تحتل جامعتنا المرتبة الأولى أيضاً بين الجامعات التركية والعالمية. وفي نفس القائمة احتلت جامعتنا في التصنيف الاقتباسات المرتبة المرتبة 87. بالإضافة إلى ذلك، فإن جامعتنا هي الثانية في تركيا في مجال العلوم الرياضية في التصنيف الميداني العالمي لعام 2019-2020، حيث دخلت أوروب في تصنيف الحقول العالمية لعام 2021 باعتبارها الأولى في تركيا. تضم جامعة تشانغكايا 5 كليات ب24 برنامجاً جامعياً ومعهدين و28 برنامجاً لدراسة الماجستير و10 برامج لدراسة الدكتوراه ومدرستين مهنيتين. لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية في جميع الأقسام باستثناء كلية الحقوق ومدرسة العدل المهنية والعلاقات العامة وأقسام الإعلام. ويمكن لطلابنا الذين يستوفون الشروط المطلوبة الاستفادة من خصم النجاح الأكاديمي وخصم درجة البكالوريا الدولية وخصم الخريجين وخصم الأخوة وخصم مدرسة النحلة. تقدم جامعتنا أيضاً لطلابها فرصة الدراسة في الخارج من خلال 67 اتفاقية أراسموس موقعة مع مختلف الجامعات بنحو 16 دولة. تنتظر جامعة تشانغكايا طلابها الجدد بمختبراتها البحثية المتقدمة ومكتباتها الغنية، إضافة إلى الخدمات المجانية في المنشآت الرياضية ومراكز الاستشارات الصحية والنفسية ومراكز السكن الطلابي الحديثة وحرمها الجامعي النابض بالحياة.